طبعا قرص، يعني معنى كده انا طول النهار رايحه جايه حاسه ان انا جعانه، اروح واخده قرصه 2 3 كده، يعني بالليل مثلا كده واحنا قاعدين برضو نقعد كده ناكل كده ننقنق كده مع بعضنا. فده الشتاء يا جماعه. طب هل ينفع ان حد يجي يقول لي بقى بحاله الجوع والنقنقه اللي انا محتاجاها طول الشتاء، ان حد يجي يقول لي لا ما ينفعش كده، اقفلي ده خالص وحطي ايديكي جنبك واتفرجي على الحاجه من بعيد واسكتي؟ لا صعب صعب، ده صعب، ده مستحيل. ده انا هقول لا لا خلاص مش مشكله، هتعيي مش مشكله، فتحتي بوابه امراض مش مشكله، بس ما تعملوش فيا كده. طب وليه؟ ده الكلام ده كله كان قديم، وكانت المدرسه القديمه، النهارده المدرسه الجديده غير ده تماما. وقبل النظره بنفسها معانا النهارده في حلقتنا، هي اللي هتقول لنا المدرسه الجديده نعمل ايه وازاي نتحدى اي مشكله موجوده عندنا. عندك كميه دهون هتتحديها، هنتحداها ازاي وايه اللي هيحصل، ويا ترى قبل النظره النهارده هتقول لنا ايه؟ ده اللي هنعرفه مع الأمراية، والنهارده كمان أمراية أكتر شوية كمان، خبيرة التغذية مي سمير. ازيك يا مي؟ ازيك يا شيف حياتي؟ أنتي قمر النهارده. أنتي اللي حبيبة قلبي وأنتي قمر على طول. ربنا يخليك يا مي، تسلمي يا رب. أنا عايزة أقول لك النهارده معانا عرض مميز قوي قوي. جايين بقى نلحق الناس كلها ونخسس كل الناس قبل دخول رمضان. صح. يعني إيه؟ يعني في خلال شهر واحد أنا هحل مشاكل كتير قوي 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 بكورس التحدي اللي نزل معانا النهارده. تمام. العرض بتاعنا النهارده مميز لأن فيه كذا حاجة. أول حاجة النهارده انا بقدم كبسولات مجربه، وكمان على كل كبسوله النهارده معانا ختم. يعني ايه؟ يعني هتلاقي كل كبسوله مختومه. دي اول حاجه. حلو. تاني حاجه احنا بقى هنشرح النهارده العرض بتاعنا 11 منتج النهارده، 11 في واحد. يعني ايه؟ يعني 11 منتج النهارده في بوكس واحد. كل الناس عايزه ان هي تخس، وعايزه تخس في وقت قليل، وعايزه تخس بسعر. صح. بسيط، سعر اقتصادي مناسب للحاله الماديه بتاعتنا دلوقتي كلنا. وعايزه تخس بشكل امن، وعايزه حاجه مصرحه من وزاره الصحه وامنه ومكونات طبيعيه، وعايزه متابعه طبيه، وعايزه ما تعملش مجهود، وعايزه ما تعملش دايت. عايزه كل حاجه في الدنيا. بالظبط. احنا ان شاء الله مجمعين كل الحاجات دي، حاطينها لك النهارده في بوكس التحدي. تحدي يعني ايه؟ النهارده تحدي تخسيس 35 كيلو في خلال 60 يوم. حلو. تخسيس 35 كيلو في خلال 60 يوم، منهم 20 كيلو ان شاء الله قبل دخول رمضان. احنا معانا حوالي 35 يوم على دخول رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. في ال 35 يوم دول انا ان شاء الله هنزل من 18 ل 20 كيلو. يعني قبل رمضان والعزومات الكتير والاكلات والحلويات والمشروبات اللي مليانه سكريات، وبعدين العيد والحلويات، وبعدين بقى هنلاقي نفسنا دخلنا على الصيف ونلاقي بقى منطقه البطن، ونلاقي الدهون بدات انها تبان عليا في اللبس الصيفي. انا النهارده مقدمه لك كورس شهرين 60 يوم. اول شهر فيه هتخسي قبل رمضان، هتخسي مش اقل من 18 كيلو. الشهر الثاني هيغطي معاكي رمضان كله، يبقى انا النهارده الكورس بتاعي هيغطي معايا من دلوقتي لحد اخر رمضان. هنزلك 35 كيلو بشكل طبيعي وبشكل امن، ومع متابعه فريق طبي كامل، وكورس مصرح من الهيئه العامه للسلامه والغذاء، ومعانا النهارده خصم مميز جدا جدا. حلو. يبقى النهارده فعلا فعلا احنا بنتحدى اي مشكله ممكن تكون مسببه السمنه ان شاء الله. وكل الناس، اي حد النهارده عنده اي مشكله بيواجهها في موضوع نزول الوزن، انت حلك موجود معايا. هقفل لك الشهيه، ان احنا طول اليوم بناكل بنتسلى على الحاجات الحلوه دي مع كوبايه الشاي. عندي شهيه عاليه، بحب الحلويات. الناس اللي الحرق بتاعها ضعيف، الناس اللي عندها السمنه الوراثيه، الناس اللي عندها سمنه موضعيه. يعني ايه؟ يعني مشكلته في منطقه البطن مثلا. او في الارداف، او هي مثلا عندها مشكله في منطقه الدرعات. كل المشاكل دي باذن الله حلها موجود معايا النهارده في كورس التحدي. طب ايه بقى الكورس ده؟ ومكون من ايه وكم حاجه؟ العرض بتاعنا النهارده 11 منتج، مكوناته ايه؟ الاساس اللي انا حطاه لك النهارده علبه كبسولات وعلبه نقط وعلبه اعشاب. ده كده هيكفي معاكي مده شهر من هنا لحد رمضان. هيعمل معاكي ايه؟ سد شهيه وتعليه حرق ونحت قوام. ده اول حاجه انا مقدمها لك. عليه كورس زيه هدية مجانا من الشركة. هاخد علبة كبسولات تانية هدية، وعلبة نقط تانية، وعلبة أعشاب تانية هدية. يبقى أنا كده من كل حاجة 2 بس كده، لسه معانا 5 هدايا كمان. يا خبر ابيض ما شاء الله. لان النهارده بتتحدي كل حاجه بقى، والعروض النهارده حلوه، والمنتجات اللي موجوده معايا جوه البوكس بتاعي متنوعه. ليه؟ عشان نحصل على كل المنتجات اللي تساعدني ان انا انزل الوزن الكبير ده في وقت قليل. طيب بقيه الخمس هدايا اللي معايا ايه؟ معايا النهارده 4 حقن تعليه معدل حرق،
الاربع حقن دول لوحدهم انا بالنسبه لي يعتبروا كورس حرق، بستخدمهم في فتره ال 60 يوم اللي هم الاساسيين بتوعي عشان ازود لك النتيجه. يبقى اربع حقن النهارده، كل اسبوعين هناخد حقنه، يرفع لك معدل حرق الجسم جدا، يكسر لك الخلايا الدهنيه، وينزلك من 2 ل 3 كيلو في الحقنه الواحده. اخر هديه معايا علبه مالتي فيتامين. انت النهارده مع تخسيس ومع نزول الوزن، انا عايزاكي تخسي بصحه، وعايزاكي تخسي من غير ما شعرك يقع، من غير هالات تحت العين ولا سواد ولا تعب ولا دوخه ولا ارق ولا الكلام ده كله. فالنهارده انا مقدمه لك من ضمن الهدايا جوه البوكس بتاعي حاجه اكسترا، هديه اكسترا كده معايا، اللي هي علبه المالتي فيتامين. فيها كل انواع الفيتامينات اللي انا محتاجاها، اهمهم فيتامين د اللي بيرفع لي معدل حرق الجسم، وبقى معادن وكالسيوم وحديد وكل انواع الفيتامينات موجوده معاكي النهارده في علبه المالتي فيتامين. حلو قوي. يعني كمان انت عملتي حساب ان في ناس كتير بيبقى من مسببات السمنه الاساسيه نقص فيتامين د. بالظبط طبعا. يعني تخيلوا ان ما يشوفوا فكرت لغايه فين، يعني فكرت لغايه لا، لو حد عنده نقص فيتامين د، اغلبيه كل اللي جسمهم ما بينزلش وعندهم مشكله في الحرق بيبقى فيتامين د ناقص عندهم. ده في ناس بتعمل التحليل بتلاقيه يكاد يكون منعدم. بالظبط، في ناس كتير جدا جدا. بالظبط، وبيبقوا مش عارفين اصلا ايه سبب ان هم جسمهم ما بينزلش وجسمهم ثابت، بالعكس ده بيزيد. فالنهارده مي برضو وصلت بالتفكير لابعد الحدود، ما شاء الله عليها بجد يا جماعه. يعني بجد هي حد فاهم قوي، وحد عارف العروض اللي بينزل بيها بتعمل ايه قوي، وحاطه فيها ايه كويس قوي. عشان كده النهارده بتتحدى بامر الله اي مشكله من المشاكل ممكن تتكلموا فيها او ممكن تكون مضايقاكم. فنقص فيتامين د ده طبعا حاجه مهمه جدا ما نسيتوش، خليته معانا مع مجموعه فيتامينات تخلي الجسم يبتدي يحرق بشكل صحيح. طب النهارده عرض اللي مي جايه بيه النهارده حلال مشاكل مهم جدا جدا، عرض التحدي بمعنى اصح. النهارده هنطلبه عن طريق ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه. مش بس كده، كل رقم من دول عليه خدمه الواتساب، تقدر تدخلي على الواتساب على طول وتطلبي عرض النهارده، عرض التحدي النهارده. برده مش بس كده، عندنا صفحه الفيسبوك، خشوا يا جماعه على طول على الصفحه، سواء تسيبوا كومنت او تدخلوا على الرسائل الخاصه وتقولوا احنا بنسال او انا عايزه عرض التحدي النهارده. هنلاقي دكاتره على اعلى مستوى، فريق طبي كامل على طول بيتواصل معاكم، سواء عن طريق الصفحة او الواتساب او ارقام التليفونات، وبياخد ويدي معاكم ان شاء الله يحل لكم اي مشكلة. والنهاردة مي بتتحدى اي مشكلة ممكن تكون بتواجهكم، حتى فيتامين د. انا عجباني الفكرة جدا بصراحة. بصي احنا حاولنا نجمع كل المشاكل ونحلها في بوكس واحد. الناس اللي عندها حرق ضعيف، الناس اللي بتحب الاكل وعندها شهية عالية، الناس اللي عندها سمنة وراثية. النهاردة من ضمن نوعين الكبسولات اللي انا مقدماهم في علبة مخصصة للنحت. يعني ايه؟ يعني الناس اللي عندها سمنة موضعية، دهون موضعية، منطقة البطن، الجناب، الأرداف، الدراعات، ليهم نوع كبسول موجود جوه العرض بتاعي بيكسر الخلايا الدهنية دي عشان يعمل لهم نحت. ده غير فيتامين د مهم جدا 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 عشان أقوي الكتلة العضلية وعشان أرفع معدل حرق الجسم. لما اديكي كل المنتجات دي في 60 يوم مع متابعه فريق طبي كامل على اعلى مستوى، هتوصلي ان شاء الله للوزن المثالي اللي انت بتتمنيه مع المتابعه. والكورس بتاعي النهارده 60 يوم ينزلك 35 كيلو، مش اقل من كده، عشان كده ده اسمه كورس التحدي. ما شاء الله. يبقى احنا النهارده اي مشكله بتواجهنا، يعني مثلا لو حد قال لك ايه، انا اصلي انا بحب الاكل، انا رايحه جايه اكل، دي كده الشهيه العاليه طبعا، فتقول لك لا يا ستي، انا لو رحت لاي حد هيقول لي اول كلمه دايت، هيقول لي بقى الحرمان والعذاب والكلام اياده. النهارده ما فيش كده. طيب حد تاني مشكلته مثلا ايه، ما بيتحركش كتير، ما بيقدرش يقوم من مكانه. طب خليني اقول لك حاجه يا شيف هلا على موضوع الناس اللي بتحب الاكل وبتروح تلاقي بقى احنا عايزين ورقه دايت. في حاجه النهارده عايزه اكد عليها، انا النهارده بقول لكل الناس انا عايزاك تاكل الثلاث وجبات، يعني ما تسيبليش اي وجبه، كل الوجبات. ليه بقى؟ انا عايزه اقول لك على حاجه، الناس بتاخد النوع بتاعنا النهارده الجديد ده اللي هو الكبسوله المختومه، الكبسوله قويه جدا جدا، بتقفل لها الشهيه خالص، فتقول لك انا واكله مثلا مره ومش قادره اكل تاني، واكله قليل قوي وتبقى فرحانه. لا، انا عايزاكي تاكلي الثلاث وجبات بتوعك كاملين، كل العناصر الغذائيه، لان الكبسوله قويه جدا جدا جدا، قويه وامنه، بس قويه هتشتغل معاكي حلوه قوي. فلازم اكون واكله الثلاث وجبات بتوعي، ما اسيبش اي وجبه فيهم، وهتخسي، وهتخسي بصحه وبشكل كمان ملحوظ وفي وقت قليل.
حلو، يبقى دي كده بالنسبه لمشكله ايه الشهيه العاليه، اه، والجو الساقع ده بيخلينا ناكل كتير والكلام ده كله. طيب لو حد مثلا جه دلوقتي قال لنا على مشكله، انا ما بقدرش اتحرك من مكاني، انا وزني كبير جدا، ما بروحش ولا اجي، ما حدش يقدر يقول لي انزلي العبي رياضه او اتمشي او احرقي، طب انا اعمل ايه؟ انا ركبي وجعاني ومفاصلي وجعاني، بالظبط. حلها ازاي؟ حلها بقى، انا النهارده مدعمه الحرق بتاعي باربع حقن، يعني اربع حقن النهارده مع النقط ومع الاعشاب، يعني ثمان منتجات النهارده انا منزلاهم في العرض بتاعي عشان يشتغل لك على رفع معدل حرق الجسم. لو ما عندكش وقت للرياضه ولا الحركه الكتير ولا ان انا بقى انزل اتمرن او اروح الجيم او هكذا، النهارده العرض بتاعي في ثمان منتجات شغلهم ان هو يرفع لك معدل حرق الجسم. والناس ما تستهترش بالاعشاب، بتقول لك لا انا مش بحب الاعشاب، مش عارف ايه، الاعشاب بتاعتنا طعمها حلو جدا جدا ومن غير سكر كمان، تنقي لي الجسم من السموم، تنظف لي الكبد والكلى وكل الحاجات دي كويسه جدا للمعده وللقولون. فانا مع نزول الوزن مع كوبايه الاعشاب كده الدافيه تدفيني في الشتاء وترفع لي معدل حرق الجسم، تنظف لي الجسم بتاعي وطعمها حلو وما نستهترش بيها. لازم ناخد الكورس كله على بعضه، كبسول بالنقط بالاعشاب بالحقن بالفيتامين. حلو جدا، كل حاجه انت حطاها النهارده في بوكس النهارده هي معروف هي هتحل مشكله ايه او هتتحدى مشكله ايه. بمعنى صح، تاني يا جماعه بناكد ارقام التليفونات قدامكم على الشاشه، اتصلوا على اي رقم من الارقام دي، وغير كده وكده كل رقم من دول عليه. تاني نقول لكم خدمه الواتساب على اي رقم من الارقام دي، وكمان صفحه على الفيسبوك موجوده قدامكم وانتم قاعدين على الفيسبوك، ادخلوا على الصفحه يا جماعه، اي وسيله من دول على طول هتلاقوا الفريق الطبي بيتواصل معاكم. ناخد منار. يا منار اهلا وسهلا. مساء الخير يا شيخ. مساء النور، ازيك يا منار؟ الحمد لله بخير، اخبار حضرتك انت ايه؟ الحمد لله والله، فضل ونعمه، تسلمي يا قلبي. ممكن اكلم استاذه مي؟ اتفضلي مي معاكي، اتفضلي. ازي حضرتك عامله ايه؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله بخير. اتفضلي تحت امرك. اولا انا حاله معاكم تمام، هو مش حاله قوي، انا اخذت الكورس لاختي. ماشي. اختي عندها حوالي 15 سنه. تمام. كان عندها موضوع السمنه المفرطه، هي اصلا والدتي وهي حامل فيها جالها السكر. تمام. فالبنت اصلا نازله بسكر وكمل معاها يعني. فعندها سمنه مفرطه اصلا، يعني هي ممكن تكون عكسنا تماما، احنا كلنا كعيله. تمام. هي وزنها حوالي 90 كيلو تمام، وهي 15 سنه. اخدت الكورس دلوقتي حوالي شهر ماشى عليه، ونازله دلوقتي حوالي 12 كيلو. ما شاء الله. حلو. حلو جدا. طبعا ما شاء الله. مع العلم برضو انها مش ملتزمه. مش ايه؟ مش ملتزمه على الكورس قوي. مش ملتزمه. لا ماشي. ما ينفعش بقى. ماشي، هنتكلم في النقطه دي. انا حابه اشكرك جدا بصراحه، وعايزه اقول لكم ان احنا كنا متفقين اما في موضوع ان هي تخس ده اصلا. كل حاجه ليها امل ان شاء الله عندنا باذن الله، تقلقيش. الحمد لله رب العالمين. 12 كيلو حلو جدا على فكره، بان هي وزنها زياده قوي ولسه صغير، فطبعا بتاكل كتير وبتلخبط في الاكلات، ففكره ان هي تنزل 12 كيلو في وقت قليل زي ده من غير بقى حرمان، من غير دايت، من غير قيود، لان سنها صغير، ده بالنسبه لي انجاز. ولما تكمل على الكورس هتنزل كتير، هنزلها ان شاء الله لوزنها المثالي باذن الله. تلتزم بقى يا مي، يعني عايزين نقول لها كلمه بقى، ده مهم على قوي. موضوع بس برضو هي غصب عنها، هي صغيره صغنونه، هي مش فاهمه اهميه الالتزام بكل المنتجات او كده. فخلاص تمام، مي هترد عليكي دلوقتي، بس اتمنى برضو سواء انت او كل حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي قدام الشاشه، اتكلموا على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم يا جماعه، اي مشكله عايزين لها حل او بتفكروا فيها اتصلوا على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم دلوقتي، والفريق الطبي هو اللي ان شاء الله بامر الله هيحلها معاكم بكورس النهارده، كورس التحدي ان شاء الله. نقول لها ايه بقى؟ عايزه اقول لها المتابعه اهم حاجه، انت لو بتتابعي مظبوط مع الدكتوره اللي ماشيه معاكي على الكورس بتاعنا، هي هتخليكي تلتزمي ان شاء الله، وكل ما التزمنا اكتر وتابعنا بشكل احسن هنلاقي نتائج اعلى بكتير. يعني هي كانت ممكن توصل 18 كيلو لو هي ماشيه مظبوطه على الكورس وبتتابع مع الدكتوره. بالزبط. فانا النهارده بقدم لك كورس كامل 11 منتج، توصيل مجانا لحد البيت عشان اسهل لك الموضوع، وكمان مقدمه فريق طبي كامل هيتابعك متابعه طبيه كامله مجانا علشان يتابع معاك عملت ايه، اخدت الكورس ازاي، انسب استخدام ليك، لحد ما يوصلك لاكتر نتيجه واعلى نتيجه في وقت قليل ان شاء الله. حلو جدا. طيب بالنسبه لعدم الالتزام برضو دي المتابعه. المتابعه، انت لازم تتابعي مع الدكتوره ونكلمها على طول، واحاول كل اللي مطلوب من الناس ان هم ياخدوا الكورس ويمشوا عليه مظبوط. ولا هقول لك بقى اعملي دايت ولا حرمان ولا كلي بقى جبنه قريش وفاكهه وخضار بس واحرمي نفسك، كل اللي انت عايزاه عيشي حياتك عادي جدا، امشي بس على الكورس معايا مده 60 يوم هنزلك مش اقل من 35 كيلو.
ان شاء الله. حلو ان شاء الله. طيب مشكله تانية برضو إيه نشوف حلها موجود معانا النهارده ولا لا. لو مثلا حد مثلا والدي او والدتي بيقول لك لا بصي انا باخد ادويه كتير وعلى مدار اليوم كل ساعتين مش عارف باخد دواء ايه بتاعي، لا انا خايف عشان اخد انا الكورس او الحاجات دي تتعارض مع الادويه اللي انا باخدها، نقول لهم ايه؟ هنقول ايه؟ هنقول اول حاجة انا بقى هنا بتكلم الناس اللي سنها كبير او الناس الصغيرة اللي عندها سمنة مفرطة فبالتالي سبب لها ضغط او سكر او كوليسترول او مقاومة انسولين. الكورس بتاعنا النهاردة بروتوكول علاجي. يعني ايه؟ يعني انا النهاردة اول حاجة الكورس بتاعي مصرح من وزارة الصحة، تاني حاجة كله مكونات طبيعية، تالت حاجة مناسب لأي حالة صحية، لان اغلب الناس اللي معانا اللي عندها سمنه مفرطه 100 150 كيلو في الغالب يا شيف هل هتلاقي عندهم يا اما ضغط يا اما سكر يا كوليسترول يا تعب في الخشونه بقى خشونه مفاصل، كل الكلام ده علاجه ان انت تنزل وزنك. لو رحت لاي دكتور وانت عندك مشكله صحيه وعايز تعالجها هيقولك خس وتعاليلي، فانت لازم تخس وتنزل الدهون اللي في الجسم والسموم دي كلها، والكورس بتاعي لا يتعارض مع اي علاج. هتاخد بقى علاج الضغط بتاعك عادي، السكر، الكوليسترول، وجنبه الكورس بتاعي في مواعيد معينه هيحددها لك الفريق الطبي، هتخس بشكل امن وبشكل صحي من غير ما تحس باي مشاكل ولا اي ضغوطات. حلو، يبقى هو لا يتعارض مع اي ادويه ايا كانت. نهائي. حلو قوي، لان هي يا جماعه ببساطه هي كلها عباره عن اعشاب والياف طبيعيه 100% مش بالزبط. اكتر من كده. طيب ده بالنسبه لسؤال الادويه. طيب لو احنا برضو سالنا سؤال الناس اللي حياتهم العكس، يعني بيعيشوا حياتهم بالليل، يعني بياكلوا الاكل الاساسي بالليل، دي اسوأ حاجه خلي بالك. صح. ليه؟ لان خلاص من اول بالليل بقى يبدا الحرق بتاعي ما يشتغلش. احنا الحرق بتاعنا شغال كده اول ما نصحى، كل ما صحينا بدري وفطرنا بدري وعشنا يومنا بدري هتلاقي الحرق شغال احسن. لكن انا مش هغير لك اللايف ستايل بتاعك، لو حد شغله مثلا بالليل عيش حياتك عادي جدا، والفريق الطبي او الدكتور اللي هيتابع معاك هي يعني هيظبط لك مواعيد بقى الكبسول والنقط والاعشاب على حسب يومك ماشي ازاي، وهنوصل معاك برده لاحسن نتيجه. وده اللي انا بقوله، عيش حياتك عادي نفس اللايف ستايل بتاعك، لو مش هينفع تحسنه هتمشي عليه عادي جدا، وهتاخد الكورس وهتخس من غير مجهود، من غير فلوس كتير، من غير تعب، من غير حرمان، من غير دايت، من غير اي حاجه. حلو، طب نعيد تاني بقى الكورس النهارده، ونعيد كلمه السر بتاعه كورس التحدي. بوكس التحدي النهارده 11 منتج، 11 في بوكس واحد، 11 في واحد مكون معايا من ايه؟ علبة كبسولات، علبة نقط، علبة أعشاب. ده الكورس الأساسي بتاعي، عليه شهر تاني مجانا من الشركة، كبسولات تاني ونقط تاني وأعشاب تاني، وعليهم خمس هدايا كمان، أربع حقن يرفعوا لي معدل حرق الجسم ويكسر لي الخلايا الدهنية، والأربع حقن دول ينزلوا معايا حوالي 10 كيلو لوحدهم، كل حقنة 2 أو 2.5 كيلو. ده غير علبة المالتي فيتامين النهاردة نازلة معايا هدية، توصيل مجانا لحد البيت. والخصم ما قلناهوش، خصم النهاردة مميز جدا جدا، يتعدى 60%. هعرف الخصم بتاعي لما اكلم الارقام اللي موجوده على الشاشه او ابعت على الواتساب اقول كورس التحدي. حلو قوي، يبقى الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه وكل رقم من دول عليه خدمه الواتساب، ادي تاني وسيله ايه، وتالت وسيله كمان الفيسبوك، صفحه الفيسبوك. طبعا وانت قاعده كده على الفيسبوك هاتي الصفحه، ده شكلها واسمها قدامك اهو، وادخلي على طول على الصفحه، سيبي كومنت او ادخلي في الرسائل واكتبي كلمه السر النهارده، بوكس التحدي او عرض التحدي النهارده، تحدي بيه اي مشكله تيجي في بالك، وبامر الله هتلاقي الحل بتاع سهل وبسيط. الحلول دلوقتي يا مي بقت سهله وبسيطه عن زمان، عن الاول طبعا، وعن اللي الناس فاكراه. واهم حاجه تكون بشكل طبيعي، بشكل امن بالزبط. في تصريح وزاره الصحه عشان لما اخد الحاجه بتاعتي اكون مطمن وانا باخد الحاجه دي انها مع نزول الوزن هتديني صحه احسن وحياه احسن، وفي نفس الوقت ما ترهقش الميزانيه. طبعا ده اللي بنتكلم فيه، وخصوصا الفتره دي طبعا. يعني في ناس تقول لك ايه، لا ده هتاخد مبلغ كبير، طب الاولويه اعمل كذا. لا، الاولويه صحتكم دي طبعاً. اهم حاجه، فلما تكون الاولويه صحتكم وكمان مفيش ارهاق للميزانيه، تكاد تكون اصلا مفيش ميزانيه، حاجه بسيطه قصاد الهدايا اللي جايه، قصاد النتيجه اللي انتوا هتشوفوها بعد كده، انت كسبتي صحتك. او لو مثلا لو انت بتتكلمي علشان بنتك، علشان ابنك، والدك، والدتك، لزوجك برضو، انت كسبتي صحتهم او كسبتي صحتك، وكسبتي شكل جديد، وكسبتي حياه جديده، وفي نفس الوقت قفلتي البوابه اللي ممكن يجي من وراها بعد كده امراض كتير جدا. كل ده من غير ارهاق ميزانيه، من غير اي حاجه خالص. وعايزه اقول حاجه، صحتنا اهم حاجه،
فكره ان انت وزنك زياده او عندك سمنه كتيره في الجسم، مش بس شكل جسمي وحش بقى، ولا بقى ستايل اللبس عليا مش حلو، ولا عندي كرش، انت دلوقتي معرض لاكتر من 55 مرض. وعايزه اقول برضو نقطه مهمه جدا، اغلب الناس اللي عندها مشكله الكرش او البطن الكبيره قوي دي بيكون عندهم دهون على الكبد، يعني حاجه اسمها الكبد الدهني، ده بيعمل لي كسل، دهون ثلاثيه، كوليسترول، ضيق في التنفس، ومشاكل صحيه تانيه بعد كده. فمشكله البطن دي مش مجرد ان هي عامله شكل وحش، مشكله البطن دي مشكله بعد كده بتعمل لي مشاكل صحيه كتيره قوي احنا في غنى عنها. هننزل منطقه البطن، هنخس، هنعمل نحت، هنعمل تثبيت بشكل امن وفي خلال 60 يوم بس ان شاء الله مع كورس التحدي النهارده. حلو جدا. تعالي بقى ناخد حنان على التليفون. يا حنان اهلا وسهلا. الو صباح الخير. صباح النور، ازيك يا حنان؟ ازي حضرتك يا سيف هالة؟ بخير يا حبيبتي والله، فضل ونعم. انا فرحانه قوي ان انا بتواصل مع حضرتك. يا رب يخليك يا حنان، انت نورتي الدنيا والله. ممكن اكلم استاذه معي؟ اتفضلي، هي معاكي، اتفضلي، هي سامعاكي. ازي حضرتك يا استاذه معي؟ ازيك يا حنونه، عامل ايه؟ وحشتينا، مختفية علينا فين كده؟ كنت بجهز لكم بس عرض حلو وكبسولات جديده. ربنا يخليك. اتفضلي تحت امرك. انا فرحي بعد العيد. الف مبروك. مبروك يا حنان. تمام. الله يبارك فيكم. بس انا وزني دلوقتي 90 كيلو، عندي منطقه البطن شكلها بشع. تمام، مفيش مشكله. انا بحب الاكل قوي. احنا كلنا بنحب الاكل، دي مشكلتنا كلنا يا حنان. بس انت لو عندك احنا كلنا حنان. انت لو عندك شهية عالية، الحل ان شاء الله موجود معانا النهاردة. منطقة البطن هتنزل معاكي وهنلاحظ فرق في اول شهر ان شاء الله. انت عندك كام سنة؟ 25. في اي مشاكل صحيه بنعاني منها؟ لا لا، عايز اعرف بس يعني ازاي اقدر اجيب الكورس ده. اول حاجه هتعمليها هنكلم الارقام اللي موجوده على الشاشه، لانها مشغوله هنبعت رساله على الواتساب على طول نقول عايزين كورس التحدي، هيرد عليكي فريق طبي كامل، هتعرفيه بقى وزنك، سنك، حالتك الصحيه، اماكن تجمعات الدهون اللي انت متضايقه منها، وفي خلال شهرين ان شاء الله قبل الفرح هتكوني نازله معانا وزن حلو قوي. فاستني بقى وما تجيش دلوقتي الفستان. لسه هقول لها يا حنان اصبري شويه على فستان الفرح بقى ان شاء الله. يعني تصبر قد ايه؟ مثلا شهر ونص كده مثلا؟ حوالي شهر ونص كده. او لو جبتي الفستان مثلا بعد شهر، يعني نعمل حسابنا يعني ايه، يبقى ضيق شويه. هننزل شويه ان شاء الله. يعني باذن الله ان شاء الله ربنا يا حبيبتي يتم لك على خير يا رب. الله يا رب وتبقى مبسوطه. الميزه ليها بقى ان هي عروسه، فبوكس النهارده اللي فيه مجموعه الفيتامينات دي مناسب ليكي، هينور وشك. الجسم لما بيبقى واخد حقه في الفيتامينات بالزبط. بتلاقيه بينعكس على البشره والشعر وعلى الوش في نضاره بالظبط كده. الفيتامينات مهمه جدا جدا لجسمي، المناعه، الشعر، البشره، الجسم بشكل عام، الطاقه الكويسه اللي بتكون في الجسم، ده كله بسبب الفيتامينز اللي احنا بنبقى مقويين بيها جسمنا. وده موجود معاكي النهارده جوه الكبسولات وجوه علبه المالتي فيتامين اللي نازله معايا النهارده هديه. حلو. يبقى احنا النهارده الكورس بتاعنا بوكس التحدي 11 منتج النهارده بخصم يتعدى 60%، توصيل مجانا لحد البيت، كبسولات ونقط واعشاب وحقن وفيتامينات، كل ده موجود النهارده وبشكل عالي جدا، يديكي نتيجه حلوه جدا جدا جدا. والكبسولات النهارده معانا مختومه مصرحه من وزاره الصحه، وفي فريق طبي كامل على اعلى مستوى هيتابعك لحد ما توصلي للوزن المثالي. حلو الكلام ده. كمان مش هنقوله الحنان بس، لا طبعا ان شاء الله باذن الله بعد رمضان واسبوع العيد وبعد كده بعد اسبوع العيد بيبقى كل ده عرايس وكل ده افراح كتير. فان من دلوقتي اي عروسه يا جماعه ان شاء الله فرحها قرب تلحق النهارده انسب بوكس ممكن يكون مناسب ليها جدا، بوكس التحدي النهارده يا جماعه، دي كلمه السر، بوكس التحدي النهارده. فلو انت عروسه وفرحك قرب باذن الله، طبعا موسم الافراح بيبقى الاسبوع باذن الله اللي بعد رمضان، نلحق على طول ان شاء الله علشان يبقى في نضاره في الوش زي ما مي بتقول، وشك يبقى منور، جسمك كمان يتظبط، تقدري تلبسي الفستان بقى بالقصه اللي انت عايزاها ان شاء الله باذن الله. اكيد كل الناس النهارده تقدر تاخد الكورس، سيدات ورجاله، سن صغير من سن البلوغ 12 13 سنه لحد 70 75 سنه، كل الحالات الصحيه، الناس اللي بتعاني من ضغط عالي، سكر، كوليسترول، مقاومه انسولين، نقدر ناخد الكورس النهارده بكل امان، وفي دكتوره هتتابع معاك لحد ما توصل للوزن المثالي ان شاء الله. والناس اللي الحرق بتاعها ضعيف ودي مشكله شائعه جدا جدا، الحقن معاك النهارده اربعه، مش حقنه ولا اتنين، النهارده اربع حقن، ومعانا علبتين نقط قويين جدا جدا مدعمين بتود بري عالي جدا، ومعانا الاعشاب النهارده علبتين مش علبه واحده، كل الحاجات دي تشتغل معاك على رفع معدل حرق الجسم. الكورس النهارده فعلا فعلا مميز،
وكورس يستاهل ان احنا نلحق ناخده قبل ما العرض يخلص، وكمان قبل بقى دخول رمضان علينا بالزبط. والعيد والاكلات والشتاء يكون خلص بقى معايا والاقي نفسي وزني زايد داخل بقى على الصيف، وهدوم الصيف بقى اللي بتبين كل حاجه، بدل ما اكون بقى عامل يعني فورمه الساحل والكلام ده الاقي نفسي في كرش وكده. هننزل كل ده ان شاء الله في خلال 60 يوم، تحدي تخسيس 35 كيلو. تعالي بقى نشوف كده صور وحالات كده لحبايبنا قبل وبعد يا جماعه، ونشوف وصلوا لايه. هنا بقى انجازاتنا طبعا. هنا كان ايه، كانت سمنة موضعيه بس، يعني منطقه البطن بصي كان شكلها بارز ازاي، برده الارداف شويه، الدراعات، بنوته صغيره عندها 19 سنه. هنا ليه السمنة موضعيه؟ عشان الناس فاكره ان الناس اللي بتخس معانا بس الاوزان الكبيره. انا بخسس 150 170 كيلو وبخسس 80 90 كيلو. هنا كان الوزن 81، نزلت معايا لحد 72 كيلو في خلال شهر واحد. في خلال شهر واحد نزلت الوزن ده حاجة بسيطة جدا جدا، 9 أو 10 كيلو في خلال شهر واحد، بس فرقوا معاها جدا طبعا. يعني بصوا يا جماعة شكلها اتغير ازاي، حتى طريقة اللبس كمان متغيرة، وتحسي ان هي في الأول يا مي شكلها كبير بالظبط. يعني بصي لما جسمها اتظبط شكلها صغر، وشكل الدراعات بيكون مضايق بنوتات كتير قوي وسيدات كتير جدا صحيح. جدا ومنطقه البطن اللي هي السفليه والبطن العلويه والارداف الكلام ده كله اتحل معاها ونزل، والجسم بقى مشدود ومنحوت، وثبتنا لها وظبطنا الدنيا جدا جدا ورفعت لها معدل حرق الجسم. نشوف كمان الصوره الثانيه. هنا بقى العنصر الرجال، العنصر الرجال منطقه البطن الكرش. هو هنا كان بس محتاج ينزل كام، 8 كيلو تقريبا او 9 كيلو، ونزلهم في خلال 10 ايام. 10 ايام يا شيف هلا، ليه؟ لان الراجل معايا او ايه الرجاله بشكل عام بتخس بشكل سريع معانا، عشان عندهم الكتله العضليه اكبر فبيخس معايا بشكل سريع. فاحنا منطقه البطن عند الرجاله بتبقى صعبه جدا طبعا، البطن والصدر بالظبط كده. بيقول لي حتى انا لو خسيت بتفضل عندي منطقه البطن حركه في طبعا صعبه جدا جدا، التنفس بتاعي صعب، مش عارف اشتغل. ده كله بيتحل معاك على طول ومن اول شهر، لو عندنا بقى كرش كبير او سمنه مفرطه بتنزل معاك منطقه البطن في اول شهر. حلو. طيب قبل ما نختم بقى نعيد بسرعه بوكس التحدي النهارده، علشان ايه هنسيب بقى حبايبنا بعد كده يتصلوا بقى ويعيشوا مع الفريق الطبي ان شاء الله. يلا بينا النهارده كورس التحدي، 11 منتج هيوصل لك ان شاء الله، وهنخس 35 كيلو في خلال 60 يوم. ال 11 منتج اللي هم ايه؟ كبسولات ونقط واعشاب، وعليهم كورس كمان كبسولات ونقط واعشاب، وعليهم 5 هدايا كمان، 4 حقن وعلبه مالتي فيتامين، توصيل مجانا لحد البيت، وفي متابعه طبيه كامله على اعلى مستوى. والكورس النهارده مصرح من وزاره الصحه، وفي خصم يتعدى ال 60% هنعرفه لما نكلم الارقام الموجوده على الشاشه، او ابعت رساله على الواتساب او على البيج قول بس كورس التحدي. حلو. كمان عايزين ناكد ان الشحن مجانا لغايه باب البيت لجميع المحافظات، وكمان يا جماعه المتابعه مجانيه لمده 60 يوم من فريق طبي على اعلى مستوى، متابعه مجانيه، والخصم زي ما مي قالت الخصم يتعدى 60%، زائد كل المنتجات اللي هتجيلكم النهارده في بوكس التحدي اللي بامر الله ان شاء الله ان شاء الله في حلول لاي مشكله بتفكروا فيها. شكرا يا مي، نورتيني يا حبيبه قلبي، اشكرك. اشكركم على متابعتكم الكريمه، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخرها تكون عجبتكم وتنال رضاكم، واشوفكم على خير في حلقه جديده كان لينا عمر ان شاء الله تعجبكم اكتر واكتر، والسلام عليكم. We'll be right back.